يلا جاهزين جاهزين يا دور عليه في اي اوضه من دولت يا معلم تمساح معلم تمساح يا معلم يا معلم تمساح يا معلم تمساح ايه لقيته لا يا معلم تمساح 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 ها لقيته لا طب ما لقيتش الشغاله يا عم شغلت ايه طيب يا معلم يا معلم تمساح 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 مش انا واقف جنبيكوا أيوة. مش انا واقف جنبيكوا أيوة. ده امال ايه امال ايه يا معلم تمساح يا معلم انتوا مش شايفيني يالا ايوه انتوا اول مره تجولي يالا ايوه يا معلم اصل ما كنا ايه ايه ايوه يا معلم ايوه ايوه, أيوة. انتوا مش اول مره تشوفوني أيوة. انتوا اول مره تشوفوني يا معلم يا معلم ها 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 يا معلم ولا 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 اصل بلا لا لا ايه الواد الاهبل ده يا معلم ادينا فرصه نتكلم احنا فاكرينك واحد تاني بس واحد تاني ايه على اساس ان احنا واقفين في الشارع مش دي الشقه اللي احنا داخلين نسرقها أيوة. هيبقى في واحد معدي كده هو يعني من غير ما نعرفه ده. او هنلاقي التلاجة معديه نلاقي الغساله معديه ولا ممكن مثلا يكون واحد معدي من غير ما احنا ما نبقى واخدين بالنا ولا مثلا ممكن يبقى في تلاجة معديه خلاص فهمنا يا معلم ولا يكون في غساله معديه فهمنا يعني ايه اللي دخل واحد هنا غريب مثلا الشقه يعني دي مش شقه مش على الطلاب الثلاثه فهمنا يا معلم احنا اسفين احنا مش عايزين نضيع وقت انا بكره الرغي ايوه انا بقول لكم اهو ايوه يا معلم ماشي ايه ده ايه ده ده اكل انت جايبه لنا آه. يا علاء يا يلا كل يلا لا ما انت بتاكل الاكل وتطلعه تاني من بقك وتجيبه لنا يا انا اعمل كده ليه يا ابني ايه القرف اللي انتوا فيه هو ده هو الواد ده اللي قال لنا انت قاعد بتقعد تقول لهم اي حاجه يلا ولا ايه انا كنت بنفخ بس فيك يا معلم ده يلا شويه محشي لقيتهم في الثلاجه قلت بدل ما يحمضوا اكلهم انا امال هسيبهم يعني في الثلاجه ما انا اصلي لو سبتهم في الثلاجه ممكن يحمضوا عرفنا يا معلم اه ما انا عشان كده قلت اكلهم انا بدل ما يحمضوا بقى والله عرفنا خلاص لان عارف لو انا سبتهم في الثلاجه ايه اللي هيحصل لهم هيحمضوا ايه ده لا ما انت يلا ده انت ذكي يلا اه ما شاء الله أيوة احنا هنقعد نرغي هنقعد نرغي عايزين نشوف شغلنا يلا عايزين نشوف شغلنا لا عشان عامل تحدي عامل تحريات مفيش حد هيجي من البيت ده كلهم في عيد ميلاد حلو قوي اوعى لا حد يجي هنا اهو مثلا غصب عننا من غير ما ناخد بالنا ويخش علينا دي تبقى مصيبه لا لا عمري خستعت معاك قبل كده اوعى تخستع معايا يالا لا يا معلم ايه ده ايه صوت الزماره بعد ما قلت ايه ده ايه ده ايه ده معلم معلم ايه ايه صوت الزماره ده؟ ايه ده ازاي عرفت ان في صوت زماره؟ انا بتنبأ. يا اخي بحس كده ان في زماره اتزمر يا اخي. علم الاستاذ. نرجع لموضوعنا. ايه صوت الزماره ده؟ يمكن العروسه جت من الكوافير. يا ابني عروسه. عروسه ايه يا ابني؟ ايوه بيب 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 ايه؟ والزينه بقى. احنا جايين نسرق يا ابني مش جايين فرح هبص ايه الصوت ده يالا عايزك تبص لحسن يكون اصحاب الشقه جم ماشي هتودينا في داهيه لان لو صحاب الشقه جم هيلاقونا هنا هيودونا في داهيه ماشي الحق عايزك تروح تبص بسرعه ها وتيجي تقول لي يلا ماشي بقول لك ايه عايز الحق ابص يا انت معلوم. لسه ما روحتش يالا هروح يا معلم انت لسه ما بقول لك إيه؟ ايه انا كلامك ما بتسمعش ليه يالا والله انا رايح بترجعني مش انا قلت لك روح بص شوف دول اصحاب الشقه ولا لا ماشي يبقى انا عايزك تروح تبص بسرعه شوف دول اصحاب الشقه ولا لا ماشي يا هتعمل ايه هروح اتنيل ابص اشوف اصحاب الشقه جم ولا لا انا قلت لك تنيل يا معلم والنبي يلا نروح بص ماشي ربنا يستر يا ربنا يستر ربنا يستر يا معلم انت مين يالا مصيبه يا معلم مصيبه ايه اصحاب البيت جم ده اللي انا كنت خايف منه بقول لكم إيه؟ احنا لازم نستخبى بسرعه ماشي. احنا مش هنلحق نهرب ماشي. كل واحد يستخبى في حته ما يقولش للتاني عليها عشان لو التاني ده اتمسك ممكن يقول للاولاني فين المكان الاولاني بتاع التاني لان ممكن اول واحد مثلا يتقبض عليه يقول لهم ده في الشقه بتاعتي وده في الاوضه ايه وده في الاوضه ايه لكن يبقى كل واحد يستخبى يستخبى مع نفسه ما يقولش للتاني يستخبى في اي حته الفيلا باربع سلالم يا معلم زمانهم طلعوا
الفيلا باربع سلالم بس. طب يبقى نستخبى بسرعه. أيوة. بس وانتوا بتستخبوا اهم حاجه ما تقولوش لحد، لان انا ده حصل معايا قبل كده. والله حصل معايا قبل كده، كنت انا قبل كده في شقه. أيوة. وكان معايا ناس، قلت لهم استخبوا، فهم ما استخبوش. استخبوا في سلمتين راحوا كده يا معلم. اجري بسرعه استخبى. يلا استخبى. يعني اصل ده حصل لي عارف سنه 69 تقريبا. انت قلت لهم؟ اه قلت لهم يلا استخبوا 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 بسرعه. ها استخبيتوا؟ استنى حاله المحشي. تياتروما خلاص ما تعيطيش بقى يا حبيبتي بقى، والنبي ما تعيطيش بقى. خلاص بقى يا حبيبي ما تعيطيش بقى خلاص. ما عيطش ازاي يا ابو ياد؟ ما عيطش ازاي؟ عيد ميلادي بس النبي السنه ايه السنه باص خالص يا ابو ياد. معلش يا حبيبتي هو باص، هو بس عشان مدير النادي بس. افضل ادادي وحي بس يا حبيبي مش عيط بس. بس يا حبيبي انت حلوه خالص. هو بس المدير بتاع النادي. امشي يا مدير امشي يا وحش خلاص. هو وحش مشي. الراجل اصر يلغي العيد ميلاد عشان خاطر انت هزقتيه برضو يا حبيبتي. هو انا قلت له ايه يا ابو ياد؟ قلت له ايه يا حبيبتي؟ ما انت بتقولي له انت راجل فاسي، مش ممكن. ايوه فيها ايه؟ انا قلت له انت راجل فاسي. طب ينفع كده؟ انا لما اقولها يا حبيبتي غير لما انت تقوليها. ايوه فيها ايه كلمه فاسي؟ ايش بقى ايه القرف ده؟ الدادي كله جري من حوالينا. انا بقول فاسل. ايوه ما انا قلت له يا انت ياجي فاسي فاسي. يا حبيبتي الكلام كله ليه معنى، دي ليها ريحه. فهمتي يا حبيبي؟ ما انا كنت بقولها لاصحابي واحنا صغيرين وكانوا بيموتوا بالضحك. عشان كده يا حبيبتي كانوا بيضحكوا. بصي بقى لما تعوزي تشتمي حد تاني قولي لي وانا اشتمهولك. اوكي يا ميوت. انا قلت لك هاتي دكتور يظبط لك الكلام. ما انا جبت يا حبيبتي دكتور عشان خاطر يظبط لك الحرفين. وقع مننا 8 اعمل ايه؟ وانا اعمل ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه. انا اللي هساعدك، سيبك من الدكتور ده. ماشي قولي ورايا سيس سيس. طب ما انت حلوه اهو. انا مش يدغى في حرف السي. اه طب انت لادغى في ايه بالظبط؟ تحددي. انا يدغى في حرف يه وحرف يام. طب ايه عارفينها؟ ايه يام دي؟ حرف يام. ايام ايام شاهين. يا ميوت ايام ايام وبنعيشها عمرو دياب. يا ميوت لا، ايام زي كلمه ياي. سحر عيونه ونظراته اول ما تلاقينا عيني بعاي. ما انت ساعديني يا حبيبتي ساعديني. يا مياد زي كلمه كيب 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 كيب. لا يا حبيبي كيب كيبي هو كيب هو هو هو. لحظه يا حبيبتي يا دكتور دي بتهوهو، ده مش فاضل لها غير الهو والواو. حرام عليك. لا قوم تعالى دلوقتي حالا، انا عايزك يلا فورا تيجي. بصي بقى انا هقول لك حاجه. إيه؟ ارسمي الحرف اهو. حرف يام ايام. والله العظيم حرف اللام. انا عرفت حرف اللام. ايوه يا مياد. طب يا حبيبتي قولي كلب هوهوي. لا بهزر. بقول لك ايه؟ ركزي. قولي مرياله 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 مرياله. طب وبعدين؟ طب هنعمل ايه في اولادنا طيب؟ هنربيهم ازاي باللدغه دي؟ ايه؟ ابننا لما يرجع من المدياسه ايه؟ انا لساني يا باص. انت بقيت تكيهني يا مياد، بتكيهني وبتضيق عيايا. لا لا مش اكرهه، لا انا احبه احبه احبه. انت بتضيق عيايا. لو انت من احبه حبيبي بقى كفايه. بصي بصي خلاص، انا هعمل لك عيد ميلادك هنا اهو في البيت، انا عزمت اعضاء النادي كلهم يجوا هنا. بجد هيجوا؟ اه. طب احنا مش عندنا حاجه نقديها لهم. لا انا جبت سعيد السواق قلت له يجيب كل التورت والساليزون والحاجات كلها بتاعت العيد ميلاد يحطها لنا هنا عشان اصحابنا. حبيبي يا ربي يخليك ليا. مين بيحب مياد؟ انا. مين بيحب زينب؟ مياد. مين بيخون زينب؟ مياد. انا احب زينب. انا كنت يبوتي يا خيوشي يا خيوشي يا خيوشي. كاكو ده هيفتقلي دمكم. يلا
يلا حبيبتي بقى امسحي وشك عشان نطلع نستقبل الضيوف. لا انا هروح اظبط شاي وانت استقبلهم. طبيعي. ماشي باي. يا عم باشا يا مراد باشا يا نهار اسود يا مراد باشا ارجع انت فين يا مراد باشا؟ يا دي اليوم الاسود اللي من اوله. هات يا سعيد الباتون شاليه، سعيد يروح يجيب الباتون شاليه. عايزين شاليزو يا سعيد، سعيد يروح يجيب الشاليزو. يا دي اليوم الاسود على عيد ميلاد المهبب بتاع الاليسه زينب دي. اشفخس عليك يا سعيد، انت بتشتمني يا سعيد؟ ما اقدرش. بتتريق عليا انا ومراتي يا سعيد؟ والله يا باشا ما اقدر اتريق على الانسه مرات حضرتك. نعم يا اخويا؟ والله ما اقدر اتريق على الانسه مراتك يا باشا. الانسه مراتك؟ انا اسف. اسمها الانسه مرات سعادتك. انا اسف يا باشا. يا حلوف. انا اسف يا باشا، انا اسف. جبت الحاجه؟ جبت يا باشا الحاجه، جبت المكسرات وجبت الشاليزو وجبت حمصيه وجبت شمسميه. يا ابني هو مولد النبي. يا ابني انا بعتك دي بحاجه العيد ميلاد. ايوه يا باشا صح، العيد ميلاد جبت البوشومات وجبت الشاليزو وجبت الباتون شاليه. جبت التورته؟ لا دي ما عرفتش انطقها. على رايك اه ما عرفتش انطقها. انا اسف يا باشا. بقول لك يا باشا والنبي كنت عايزك في موضوع. نعم. استفسار صغير كده. ما تقول يا ابني بتقول ايه؟ استفسار صغير. ايه؟ استفسار صغير. فشار حجم صغير؟ لا استفسار صغير يا باشا. استفسار؟ ايوه استفسار صغير. قول كتك ده في لسانك. انت بتديني كام في الشهر؟ 4000. حلو قوي يا باشا، انا بستخدم 3000 بس في الشهر. حلو، في 1000 احوشهم. لا انا عايز اعمل بيهم حاجه. هتعمل بيهم ايه؟ عايز اجيب سواق. سواق؟ اه يا باشا سواق يوديني ويجيبنا الشغل سوا ونروح ونيجي. وانت هتعمل ايه؟ لا باشا انا هقعد معاك بقى في الكربه الورانيه ورا ونقعد نقرا الجرانين سوا. ايه تقرا اليوم السابع؟ لا هقرا المصري اليوم. اثبت يالا، انت بتعرف تقرا؟ يا باشا لا انا ما بعرفش اقرا، انت اقرا بصوت عالي. وانت تسمع؟ لا انا هتفرج على السوا. انت متخلف وهتجيب لي شلل. ولا روح يلا امشي من هنا قدامي. يا باشا طب والنبي طلب تاني صغير والنبي يا باشا. امشي امشي يلا. والله طلب صغير قد كده. اخلص. عايز اغني. ما بقاش الا انت اللي تغني يلدغ يا حيوان. يا باشا والله العظيم ده انا بفكر اقدم في الزابويس. تقدم في زابويس؟ ايوه. طب اقول لك ايه؟ غني. قوم نادي على السعيدي واللي عايز يجيجي والبنات الاسكندراني اللمه دي لمه رجال، وانا هاجي مع الشوهاجي والقناوي والشيناوي والمحلاوي واللي ميه ميه والنوبات جمال. ما توصيش الشوايش الدنيا هايفه كده كده واللي ساعيناوي. امشي يا كلب يا تافه اطلع بره. ليه بس كده يا باشا؟ امشي يلا. فين الخدامين يلا؟ موجودين يا باشا من 7 الصبح. طب يلا عشان في ضيوف قد كده عايزين يخدموا على الناس. حاضر يا شباب يا شباب. انت يا عماد خير يا باشا؟ صباح الفل. كلم يا عم الباشا يا عم اللي هيخنقنا ده. بس انا جايب لك السواق، كنت هجيب سواق ب 1000 جنيه في الشهر والله العظيم. 1000 جنيه في الشهر؟ والله السواق ب 1000 جنيه في الشهر. ده انا بديك 4. مش مهم، انت راجل مغفل، دي مش كشتك. اطلع بره يا كلب. سلام يا باشا. بقى امسك خد دي كمان معاك يلا. اهي هناك اهي. صباح الخير يا باشا. نعم. صباح الخير. فين مراتك؟ مراتي جايه يا باشا. يلا عشان عندي ضيوف قد كده لازم تخدموا عليهم. ما تقلقش يا باشا، ده هيبقى احلى عيد ميلاد في البشريه ان شاء الله. يلا جاهزه يا زوزه؟ يا حبيبي قيبت خيس اهو. يلا كوكو ديوكو حبيبي. ايه العلاقه الحرام دي؟ ده عمال يا مياد يا مياد. انت كل مولو يا دي كمان يا حبيبي. هو ده بعد كده ما يخلف عيل يقعد يهشتكوا. انت كمان كمان نص انت كمان كمان وقعد يقول لك انت كنت كمان لامه انت كنت كمان لامه، ويجي يقول لك الواد بيتكلم متاخر ليه؟ في كائنات غبيه بتكلمه على مباب وتعالى خدم في هناك في النادي وخدم هنا، روح النادي وروح هنا. بقت حاجه باب، روح النادي مفيش فايده، نيجي هنا برضه مفيش فايده، حاجه زي الزفت. نروح اقدم في اي شغلانه في اي نصيبه، نروح النادي الدنيا تروى وبرد، نيجي هنا برضه برد ومش عارف البرد بيجي منين. اما نادي الزفته تيجي تساعدني، اتاخرت ليه؟ يا اعتماد. انت يا اعتماد يا اعتماد. كنت فين يا اعتماد؟ في ايه؟
انت لابس الشورت بتاعي.